طبعا الوضع الإنساني في مدينة غزة يزداد سوءا كل ساعة وكل لحظة. مدارس الإيواء باتت مكتظة إلى أبواب المدارس من المدنيين بعدما أخلى الاحتلال الإسرائيلي المدنيين من الأجزاء المتبقية من شمال قطاع غزة والمناطق الغربية، وهي عملية نزوح عكسية عما سبق مما في الأيام السابقة. كان المدنيين ينزحون من المناطق الشرقية في من المدينة والمناطق الشرقية من الشمال من أقصى الشمال. الآن باتت عملية النزوح عملية عكسية، فالمناطق الغربية باتت خالية وكأنها مدينة أشباح، وهي مدمرة دمار كلي من أقصى الغرب حتى وسط المدينة، مفترق الطيران، ما يسمى مفترق الطيران ومفترق السرايا. باتت هذه المناطق خالية من المدنيين، وبات المدنيين ينزحون إلى المناطق الشرقية المدمرة أصلا منذ بداية اندلاع الحرب، دمرتها الطائرات الإسرائيلية. باتوا ينصبون خيامهم ويعودون إلى أماكن تأويهم، ونحن نتحدث في الأيام المقبلة عن مناخ شتوي قادم على هؤلاء النازحين. المدارس باتت لا تستوعب المدنيين أكثر من ذلك، فامتلأت بآلاف المدنيين، كذلك المناطق باتت مكتظة بالسكان. هذا الشيء قد ينذر بمزيد من الأمراض لكثرة الاختلاط، عدم وجود مقومات السلامة ومقومات الوقاية بسبب انقطاع المياه وانقطاع الكهرباء وانقطاع حتى الاتصالات بين المدنيين في مدينة. اليوم منذ أمس فقدنا كافة الاتصالات في الإنترنت، وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بشكل رسمي من خلال بيان أن جميع محطات الإرسال لديها سوف تتوقف، وبالفعل توقفت منذ أمس بسبب عدم دخول الوقود لما يعمل من تشغيل لهذه المحطات. عبدالله أبو كميل صحفي من غزة، شكرا جزيلا لك.